انا من القنيطرة وبغيت نعيش، بغيت نعاود القصة ديالي ملي كنت باقا صغيرة عندي 9 سنين. انا كانت امي خدامة وكان راجلها ما خدامش، كنت كنداوي في السبيطار ديال المخزن قدامنا. وواحد الوقت واحد المرة جات عند امي قالت ليها عندك بنيات، عطي بنية لواحد الناس راهم يعاونوك ويهزوك. قالت ليها امي لا، انا ديك الساعة كنت سمعت ديك المرة اللي هضرت مع امي، هي ديك واحد الوقت هو دقت علينا جارتنا كتجي العائلة ديال جدة، قالت ليها جدي الماكلة لخالي سوق الحرية، مشيت ديك الماكلة لخالي سوق الحرية وجيت. هو يقول لي راجل امي فين كنتي؟ جيت للدار قال لي فين كنتي؟ كنت وديت الماكلة لخالي، شدني ضربني تدرت كركي تحت مني وانا نهرب، خويت الدار من الستينات. مشيت عند ديك المرا قلت ليها ديني عندك من الناس اللي قلتي لامي، قالت لي بغيتي تمشي؟ قلت لها اه. داتني عندهم دوك الناس تهلاو فيا، هزت بيا بقيت عندهم، كنمشي نقرا وكنجي نتسخر ليهم، نتسخر الا خصتي حاجه نقضي شي حاجه في الدار كنقرا شويش. واحد الوقت اختي كانت كتبسل على المعلمين هما يخرجونا، خرجوني خرج اختي، مي دخلتني لعند السور، قريت عند السور واحد الوقت وانا نخرج من عند السور مشيت للمعمل ديال الصنعه، تعلمت شويه ديال الصنعه وانا نمشي للمعهد ديال الموسيقى عند واحد كانوا كيمشيو الناس يتعلموا تمايا اغاني وداكشي. مشيت لعندو بقينا كندوزو واحد الوقت ما تعلمنا، حنا ندوزو سهره في الدار البيضاء في عين الشق. انا منين دوزنا ديك الشهر في عين الشق شافني خويا جا ضربني، علاش كنت في التلفزيون وانا نوخر ما بقيتش كنتبع داكشي الاغاني، كنت باغي ندير الاغاني او المسرحيه مع عند هذا داك كان كيعلم الناس الاغاني وعن حصل بقيت هكاك كتقاسها في الدار شويه شويه ديال الخدمه السينما بديت كنخدم. هو راجل امي، هي امي جات عند دوك الناس اللي رباوني قالت لهم الله يخليكم بغيتكم تدبروا له على خديمه، ما كانش خدام امي اللي كانت كتكرفص وكتضرب التمارة علينا وعلى خوتي الاخرين، وانا عندي خوتي غير من امي. ناضت المراه بنت اختها كانت خدامه في لاكي سوسيان، صوبت له الباسبور خرج لبلجيكا وقال لامي انا غادي غير للريف، هو ما قالش لامي انا غادي لبلجيكا. مده 4 سنين ولا 5 سنين ما بان حسو ما والو. واحد النهار وهي تجي مرات خوها قالت لامي قالت راه في بلجيكا. امي منين سمعتها راه في بلجيكا مشات قالتها لولد خالتها، جا ولد خالتها قال لها سيري لوزاره الخارجيه علمي بيه. امي مشات لوزاره الخارجيه علمت بيه، نادو صيفطو لبلجيكا للقنصله بلجيكا المغرب. القنصله صيفطت البوليس بحثوا عليه زيروه تما قالوا دابا تجيب مراتك وولادك. جا النهار الاول جاب واحد، النهار اللي جاب واحد بغى يجوزني ليه باش ينتقم مني، علاش؟ حيت امي دابا لقاتو فين كاين داكشي ما رضاش. جا قال لامي هذا غادي ياخذ ربيعه، قالت له امي بغات وينقص خويا الكبير. قال لها امي لا عطيتي اختي هذا ما انت مين، ما انا ولدك عمرك ما تشوفيني. انا هربت عند الجيران حتى مشى هو بحالاته، رجع في الدار مشى بقى صيفط كيصيفط شي 3 شهور ولا 4 شهور كيصيفط فلوس في الاخر حبسهم. امي خلاها هذيك الوقت حامله، ملي تزيدت البنت تدات 4 سنين عاد صيفط ليها قال لها غادي تجيب يمشيو لبلجيكا، صيفط ليها التيكيت ديال الطياره. دارت فيا امي قالت لها بنتي صيفط لولادهم قلت بحال هكا بنتي جمعي وليداتك وسيري عند راجلك باش ما تبكوش غدا وبعدو انا فرقتها على راجلها وديت تما ولادها. ملي مشات ما لقات راحها، لقاتو داكشي اللي كيدير قدام ولادو. فالوقت اللي دخل الدراري للمدرسه ويقابل ولادو كيدير داكشي بزاف قدام ولادو ما مزيانش، ناض الدراري تشتو. ملي كتخدم كياخذ ليها فلوسها كيقول لها لا هضرتي قلت لك كنت في الجرده، بقات من راسها راسو. جات لقات الناس وقفوا معاها عاونوها، مشاو معاها عند البوليس هضروا مع هضروا على البوليس في خبر البوليس، نبدا عاونوها الناس كرات وسكنت بوحدها. كيتسناها ملي كتخلص كيمشي يدي لها الفلوس كيقول لها ولا هضرتي غادي نقتلك. انا منين جا هو في 75 قلت له انا امي مالها ما جات؟ قال لي اه امك ما عندهاش كونجي وخدامه وهذا وهذا، امي راه خارجه من عنده الولاد تشتو صافي. هو كيتهدد على امي باش باغي يقتلها، علاش؟ اللي دعاتو للمخزن وزيرو قدام. جا المغرب قلت له انا امي مالها ما جات؟ قال لي امك راه خدامه ما عندهاش كونجي هذا هذا. انا حسيت كاينه شي حاجه، انا كنت قبل ما تخرج من اوروبا كنت انا غادي نمشي لامريكا ما خلاتنيش، كنت غادي نمشي لفرنسا ما خلاتنيش. قلت انا ما نعصرش امي وما نديرش السخطه، انا بقيت خدامه على امي وعلى خوتي كنتبه لهم في مدرستهم وواقفه مع خوتي
واحده لحقت الشهاده واحد لحق المتوسط والاخرى لحقت ابتدائي ثاني، ولكن باهم يداهم بلجيكا خرج عليهم خرجوا بلاد صافيين كلهم هذه مشاكل خرجوا مافيا. انا ملي شفت هكاك حسيت كاينه شي حاجه عند مقلب، مشيت لعند المراه اللي رباتني قلت لها لا راه راجل ميجا وهاش كاينه اش كان قالت لي بغيتي تمشي قلت لها قالت لي صافي كاين اللي غادي يديك ما تثقش فيه ما تثقي حتى فواحد تمشي معاه كاين اللي غادي يديك تبع عند مقلب. كان شي عائله كانت فرنسا جاو 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 كونجي ملي كانوا غاديين يداوني ملي لحقت جلست جوج سيمانات في فرنسا وانا نكتب الميبره قلت لها انا في فرنسا وهي تسد التليجرام قالت لها جابني تراني في السبيطار ملي جيت ما لقيتش امي في السبيطار لقيت امي ساكنه بوحدها وكيهددها باش يقتلها لو كان قتل امي وحنا في المغرب ما غاديش نتقوا الخبر. انا ملي خرجت مشيت عند امي خويا الصغير صيفطت عند خويا الاكادير كيقرا جدي بان امي خليته مع اختي مزوجه وسديت دارنا ومشيت عند امي. منين مشيت عاودت منين مشيت لبلجيكا عاودت لامي اش واقع بها واش كيدير ليها جلست حدا امي ما قدرتش نخلي امي في داك الحاله. شتي تقريبا غادي تقريبا اين عام؟ شتي تقريبا تحققتي بلجيكا 75 انا مشيت لفرنسا سبتمبر هي هذيك بقيت مع امي ناضت امي مشات عند البوليس قلت لها بنتي راه جات بغيتها تبقى معايا قال لها البوليس ما تخافيش بنتك حنا غادي نعطوها الوراق وغتبقى حداك حيت البوليس عرفوا المشاكل ديالها بينها وبين الراجل كيهددها باش يقتلها. ساعدوا معايا البوليس قالوا لي خاصك تجيب لنا غير الشهاده دباها بلا ميت وهي بلا ما مزوجاش حنا غادي نعطوها الوراق. امي دخلت المغرب باش تجيب لي الوراق هو انا جمعتهم ورديتهم لعندهم للدار عنده للدار جمعت خوتي وجمعت امي ورديتهم عندهم للدار بقيت كنخدم وكنحقر الفلوس. منين مشينا عند البوليس وساعدوا معايا باش نجلس حدا امي ناضت امي مشات المغرب هو جا كيفيقني خرج هو بنته الكبيره قال لي انا ملي غادي انا غادي نخرجها ونقتلها ولا جات امك قال لهم خرجت ما عرفناهاش فين مشات. جا كينوض فيا قلت له انا قولها لنا جات قال لي لا نوضينتي نوضينتي قلت له انا ما عارفاش قال لي انا عارف فين كاينه. خرجني داني واحد بلاصه عاليه ووقف الطوموبيل على الحاشيه قال لي وزيد التركي هو خرجني باش يقتلني ولكن الله كاين. انا ملي مشيت قال لي زيد التركي قلت له كيفاش زيد التركي واش انت جيتي تقلب على بنتك ولا جبتيني التركي بغيتي تقتلني انا قتلني. هما وقفوا البوليس هو ملي شاف البوليس وقفوا شافوا الماتريكيل وشافوني انا في سيفتي وشافوا هو يقول لي لا صافي صافي قلت له جيتي باش تقتلني ولكن ربي كاين ربي يصح منك اي حاجه تبغي ديرها ربي غادي يعرضك فيها. مشيت بحالتي الا غدا مي جات جابتني وريقاتي عطاوني الدوله عطاتني ورقيه بديت كنخدم عطاوني جوج ثلاث كونترا دخلت المغرب درت الفيزا وجيت كنخدم بالكونترا بقيت هي هذيك. منين درت يلاه ورقيه بست شهور ناض كيتزوجني لواحد اللي ما كنعرفو ما كنبغي اما اللي كنت كنبغيه وكنتمشى معاه ما خلانيش نتزوج به. هذاك اللي شافني تزير عليا الشغل وما بغاش راجل ما يتزوجني ليه هذاك مشى بحالته للمغرب وانا خديت هذاك اللي ما كنعرفو ما كنبغيه خداني بلا صداق بلا عز بلا حتى شي حاجه وكيتكفص عليا وهرسني من يدي وما خلى ما دار فيا وكيضربني غير باش نتقهر ونرجع للمغرب باش راجل امي يكسب امي في داك الشيء اللي كتخدم. انا ما نقدرش نسمح في امي في داك الحاله اللي شتيها ما نقدرش نسمح في امي بقيت مع امي الا حتى نهار اللي توفات. امي جمعت لخوتي الفلوس هاي تفرقت عليهم امي شرات الديور راه غادي يتباعوا وتفرقوا عليهم هو دابا داك الغدا اللي ما صطافش امي هو ولا ولادهم دابا راك ولدها ضربها وهرس ليها وجهها وخرجت لبلجيكا مدة 10 سنين دوزت 3 سنين في المغرب وخرج ورجع حارب وهكاك دابا انا ما بقيتش كنثق فيهم ان هادشي خطر ومافيا وما نقدرش وكيخدموا داكشي غير بالسحور وبالسرقه انا ما نقدرش على هاد الناس وانا خايفه عايشه وخايفه. ودابا انا ملي كنكون في المغرب كيدخلوا لي داري بلجيكا كيسرقوا لي ويزيدوا لي حوايجي ملي كنكون في بلجيكا كيدخلوا لي دار بالمغرب انا هادشي بزاف عليا وهذا جوج كان قاد كان محامي عليا وعلى امي والجلسه الاولى اللي طلقني راجلي في 79 طلقني الكرش الاولى خسرها لي في 78 الكرش الثانيه كما قالت لي شمو راه انت حامله كون قالت له قبل ما تقولها لي انا كره ثاني تكفص عليا وضربني او سرق لي ورقيه وخلاني ملوحه انا غير هم قالت لي راه انت حامله وانا نهرب مشيت عند الناس اللي رباوني وقلت وبقيت معاهم تكملت الكونجي وجيت بحالتي اللي هنايا في قناه راه في المغرب هو دابا ملي شافني انا ما قالتهالوش امو لو كان قالتها له قبل ما تقولها لي كان يشدني ويتكفص عليا ويخرج لي ويخسر لي كما خسر لي الكرش الاولى انا ما كنتش كنعرف لا في الكرش الاولى ولا في الكرش الثانيه ما كنتش كنعرف ما كنت ديكلاريت بيه على اللي خسر لي الكرش الاولى وكنت ديكلاريت بيه على الهرس اللي هرسني من يدي وتكفص عليا وعاتني في صحتي وما قيمة بغاش يخليني ترنكل عليه ودابا كيتهدد عليا ومتفق هو وخو الناس خوتي اللي غير من امي ولاد ريفي راجل امي دابا هذوك مافيا
انا ما قادرش عليهم. دابا انا بغيت حقي، انا بغيت هذا الشيء يتلحق حتى عند وكيل عند سيدنا الله ينصره ويخليه لينا. انا بغيت تزيروا الحكومه وتجيبوا تقر داك الشيء اللي دار فيا. انا ما بغيتكم تطلقوا غير حتى يعترف داك الشيء اللي دار فيا. وشكون اللي كان كيحرشوا وشكون اللي دابا اللي تابعني كيتقوسوا عليا؟ انا ما قدرتش نعيش هذه خارجه وخايفه داخله وخايفه. انا ما مرتاحش في راسي. انا عمري ما عندي بروبليم مع الدوله لا في المغرب ولا في اوروبا. انا كنادي الواجب لا ديال المغرب ديالنا ولا ديال اوروبا. ما عمري ما تغيرت مع شي واحد. وكل دوله كيشهد بلي عمري ما عندي شي حد ولا شك بيا شي حد. ولكن هادو خوتي اللي غير من امي. انا عندي خوتي غير من امي معدين عليا بزاف ومكفصين عليا. دابا كنطلب الله من سيدنا يسمع ليا ويستجب دعايا على هادشي اللي كيديروا فيا خوتي. راني ما قادرش نعيش اكثر من هادشي هذا. ودابا راه راجلي البنت ديال 79 اللي طلقني في 79 وطلقني حامله نكرها ليا. وانا من 79 وانا كنتخبط في هاد المشاكل الى يومنا هذا. ودابا الدوله تمايا دار يديه كيدير داكشي غير الترافيكي وداروا التحاليل. قال لك لا ماشي بنتو ما يمكنش. انا حامله في 79 وعندي دفعت السيرتيفيكا ديال الطبيب اللي كانت حامله ب 6 سيمانات. هو طلقني شهر 8 وانا حامله ديجا 6 سيمانات. ودابا انا كنشوف المدينه اللي كنت عايشه فيها وقبضت فيها ورقيه بلا المحكمه كتشهد بلا البنت بنته. ومدينه اخرى اللي تحولت فيها كيقول لك لا ماشي بنته. علاش؟ حيت هذاك القاضي اللي دار يديه مع اختي نص اختي غير من امي هي اللي كانت خصم غير باش ما نبقاش انا في بلجيكا. كنخصم انا نخوي بلجيكا. اين المدينه كنتي فيها؟ اين المدينه انتقلتي ليها؟ كنت انا الاولى كنت في مارين مخلن. ورحت منين عيط ليا الكوميسير قال لي رح لي قبل ما يقتلوك رحت لانفيرس. دابا كتبعيني في لانفيرس. دابا انا ما نقدرش نعيش هادشي. انا كنطلب الله والملك ديالنا سيدنا يجعل ربي نستر ويخلي لوليداته ويحفظوا سيدي ربي. حنا كنتعناو به وبالله هو يسمع هاد الطلب ديالي. بغيت ينفذ ليا ويزيروا الحكومه يجي لهنا تيعترف ويعترف بداكشي كاع اللي دار فيا. ما عطاني صداع ما دار لي عرس ما حتى شي حاجه. حديت راسي حياتي كلها حديتها وفي الاخر تشمت فيها.